مشاهدونا مشاهدي فوتبول، اهلا بكم في برنامج 1 تو 1. ضيفنا النهارده دايما ما يكون مثير للجدل حتى هو بره المجال الرياضي. ضيفنا النهارده واحد من القلائل اللي نجحوا رياضيا والاهم من ده كمان اقتصاديا بجني الملايين خلال فتره تواجده في نادي سموحه. ضيفنا هو المهندس محمد فرج عنش. مهندس محمد فرج عامر، اهلا بيك. اهلا بسيادتك. في البدايه فرج عامر، بعد خروجه من المشهد الرياضي حاسس بالحزن؟ بالعكس، انا في قمه الانبساط. اول حاجه انا الحمد لله بحمد ربنا وبشكر فضله. طبعا انا في خلال مسيرتي دي يعني مسكت اماكن كتيره ومراكز كتيره والحمد لله كلها اديتها بنجاح جامد قوي، فانا عندي مشوار طويل وسلسله من النجاحات الكبيره قوي، وانا طبعا بفتخر بكل يوم انا اشتغلت فيه في العمل العام واشتغلت فيه في العمل السياسي واشتغلت فيه في العمل الاقتصادي وما زلت برضو في مراكز في العمل العام. انا رئيس جمعيه مستثمري برج العرب الجديده، وطبعا لو تحب تعرف انا قعدت 15 سنه وكيل لجنه الانتاج الصناعي والطاقه والنقل في مجلس الشورى، وبعدين بعد كده رحت مجلس النواب، كنت رئيس لجنه الشباب والرياضه لمده 3 سنين، وبعدين رئيس لجنه الصناعه لمده 2 سنين، والحمد لله ادائي طبعا ممتاز. وبعدين مسيرتي الرياضيه، انا اول حاجه مسكتها كنت رئيس نادي الجياد، قعدت 5 سنين وانشات النادي ده، كان مجرد ساحه للسباق انشاته، خليته كان نادي الصفا وكان نادي على قمه المستوى. وبعدين في نفس الوقت مسكت الهيئه العليا لسباق الخيل 8 سنين، قفزت معايا قفزات جامده جدا، ويكفي ان انا ليا الشرف ان انا دعيت سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وعمل سباقين قدرة هنا في مصر، وكانت حاجة عظيمة جدا وكانت بداية لتعاون جبار مثمر جدا. بعد طبعا ما انا مشيت انتهت المواضيع دي وحولتها من مجرد ان هي مقامرة الى رياضة، وطبعا شهدت ازدهار كبير جدا في المكان اللي انا كنت فيه. وبعدين طبعا جابني الدكتور كمال الجنزوري والوزير طلعت بيه حماد هو اللي اختاروني عشان اجي لجنه مؤقته النادي سموحه، قعدت شهر كده ولا شهر ونص سنه 97. طبعا النادي كان في مرحله سيئه جدا، ما كانش حد يعرف نادي سموحه ده ابدا، كانت الناس تقول لك سموحه، ويعني كان حاجه منهاره المنطقه كلها كمان. والحمد لله تحول الى واحد من اجمل وافخم وارقى الانديه في العالم مش في مصر، وبنيته كله من الالف الى الياء، وعملت الفرع الثاني في برج العرب على 230 فدان من ارض كانت اصلا بتاعتي انا، ويعني حصل نمو كبير قوي واتعمل فريق الكوره. ويمكن كمان في مكتبه الكونجرس الوزير عبد المنعم عماره وهو في زياره هناك فوجئ بان مسيرتي الرياضيه دي مكتوبه هناك ومتاخد كواحد من الناس الرياضيين. والحمد لله طبعا مسيرتي الصناعيه، انا مؤسس مدينه برج العرب الجديده هنا، وانا عندي مصانع هنا على 650,000 متر مربع، والحمد لله انا واخد جائزه الابداع والابتكار من الامم المتحده ومن وزاره الصناعه المصريه، ومن سنه 2006 اكبر مصدر اكل من الشرق الاوسط طبقا لاحصاء الامم المتحده، وطبقا الاحصاء المصري انا اكثر مصدر في العصائر والمشروبات وكده. طبعا انا عندي مصانع لحوم، بس اللحوم طبعا ما بتصدرش بالكثافه بتاعت يعني العصائر وهذا الكلام طبعا. والحمد لله يعني انا موجود هنا مؤسس ورئيس مجلس الاداره لمجموعه فيها اكتر من 20,000 واحد. برضو انا من اكتر الناس اللي تعرضت لحرب شديده جدا من الاخوان المسلمين، وكان لنا موقف كبير قوي هنا في المدينه او سواء في الاسكندريه، وكان ليا دور كبير قوي قوي قوي، وكان ليا وقفه جامده قوي. ممكن انا قفلت المصانع، اتخانقت مع مرسي في الاتحاديه خناقه مشهوره قوي، وجت السفيره الامريكيه في بيتي عشان تسنيني عن هذا الموضوع، وكمان السي ان ان اتكلمت معايا وبلومبرج اتكلمت معايا والجزيره في الوقت ده اتكلمت معايا، وكان كلامي في منتهى القوه. الاكونت الشخصي للمهندس فرج عامر على فيسبوك وتويتر، ده الاكونت انا انا ولا انا اللي بكتب الاكونت الشخصي؟ ايوه صح. تمام. ناس كتير في السوشيال ميديا بتتكلم ان المهندس فرج عامر عايز يظهر في الصوره على الساحه الرياضيه، والدليل الاكونت الشخصي بتاعه ان هو بيكتب دايما بوستات مثيره للجدل،
ردك لا ما فيش مسيرة. أولا مش أنا مش محتاج أظهر، لأن أنا في كل حتة الناس بتقابلني وعايزة تتصور معي. وبعدين أنا ما بعدتش عن أي ساحة، بالعكس، لأن أنا لي علاقات قوية جدا في الوسط الرياضي، ولي علاقات كتيرة جدا في الوسط، سواء في مصر أو في أوروبا أو في أي مكان. زائد أن أنا لو عايز أن أنا أبقى في الساحة، أنا في سهولة جدا أخد أجيب نادي وأشتري نادي وأعمل نادي وأعمل كذا، وبتعرض عليا مناصب كتيرة جدا، مناصب راقية قوي وشيك قوي، ولكن أنا مش محتاج للكلام ده كله. خدت بالك؟ أنا في كل مكان بروح، أولا أنا دائرة احتكاكي قليلة، كل مكان بروح الناس بتوقفني تسألني في الرياضة وتسألني في الكورة. محدش أبدا يقدر يمحو تاريخي، لأن أنا عملت حاجات، يعني طبعا أعوذ بالله من غضب الله، قياسية. عملت حاجات قياسية وعملت حاجات غير مسبوقة، وسجلت ريكورد في حاجات كتيرة جدا نجحت فيها بفضل طبعا توفيق ربنا وشخصيتي وتكويني وتركيزي في عملي وإخلاصي في عملي. فعمري في حياتي ما هطلع برا الساحة، لأن كمان الناس اللي أنا وجدتهم في الساحة ولدتهم فرصة أنهم يكونوا موجودين في الساحة هيفضلوا طول عمرهم علامات مضيئة كبيرة قوي. ف ده أثر من الأثار بتاعتي أنا. بالنسبة للبوستات اللي كتبتها عن عدد مباراة مصر والسنغال، احكي لنا القصة من الأول للآخر. هو دي حقيقة وما زال الموضوع قائم، بس أنا اللي أنا شايف إن في ناس واخدة الموضوع بصورة غير حقيقتها، وواخدة الموضوع بمعنى بصورة متخاذلة. ده أنا عايز أقول لك، أنت عارف إن الشباب العربي وبالأخص الجزائري عمل وقفة احتجاجية بالنيابة عننا وعنهم أمام الفيفا. أنت عارف إن الصحافة البريطانية والصحافة الإنجليزية جلدت إيفانتينو، جلدته وجلدت الفيفا على التجاوزات اللي حصلت في هذه المباراة. وبعدين الموضوع في منتهى البساطة، مفيش طبعا مباراة بتعاد إطلاقا بقرار من الفيفا أو من لجنة الانضباط. المباريات التي تعاد مباريات قليلة جدا، وتعاد من المحكمة الرياضية، سواء تعاد أو تتحسب النتيجة غير كده، بناء على أسباب. أهم سبب في هذه الموضوعات أن يكون هناك تدليس، التدليس ده أثر على النتيجة وتسبب في تغيير النتيجة. ومباراة السنغال ومصر حصل فيها هذا التدليس، اعتراض الحافلة ما يخليش النتيجة تتعاد، اقتحام الجمهور للملعب سبب محمد صلاح وسب اللاعبين وضرب حارس المرمى وضرب اللاعبين طول الوقت إلى آخره، ما يخليش الدنيا تتعاد. إيه اللي يخلي المباراة تتعاد من وجهة نظري؟ هو في أسباب كتيرة جدا يعني، وأصل لو حكيت لك حكي لك القصة كلها، لكن في سبب جوهري جدا، وهو استخدام الليزر وتوجيهه للاعبي مصر أثناء ضربات الجزاء. أولا ده سبب قوي جدا، لأن ده أثر في النتيجة. ده حاجة شخصية من حضرتك ولا ده؟ لا 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 لا، ده موجود كل الكلام اللي أنا بقوله ده مثبت، وأنا نزلت كلام كتباه لجنة الانضباط تمام، وكلام مكتوب وردود موجودة من فيفا. واتحاد كرة القدم يعلم ذلك، واتحاد كرة القدم مجهز الملف وهيروح المحكمة الرياضية وهيجيب محامي دولي في هذا الاتجاه. بس المهم إن الموضوع ده مش واخد الدعاية ومش واخد الإعلان بالقدر الكافي. الاتحاد الدولي جابه دكتور، والدكتور مكتوب تقرير طبي عن تأثير الليزر على لاعبي مصر أثناء ضربات الجزاء. الحاجة التانية، ثبت بالدليل القاطع إن السنغال كانت جايبة شركة متخصصة، الشركة دي حطت 126 أو 120 أو إلى واحد، ومعظمهم لابسين نفس اللبس في أماكن متفرقة. الناس دول كانوا بيصوبوا الليزر بطريقة معينة للاعبي مصر بمدافع ليزر ومش بأقلام ليزر. وبعد لما جت ضربات الجزاء كله اتجمع وبقى بيوجه الكلام ده للاعبي مصر، حتى ان هناك افراد من الامن السنغالي موجودة الفيديوهات وموجودة الصور، وانا نشرت منها موجهة الليزر الى الكلام ده. بعدين تقرير المراقب الامني بيدين السنغال إدانة تامة، ومصطفى غربال الحكم لما لقى الموضوع كده سحب تقريره وكتب تقرير بيدين السنغال إدانة تامة. ناهيك بقى عن إن الحكم مدان، خدت بالك؟ معلش هقطع كلام حضرتك، هو مصطفى غربال خد تقريره وكتب تقرير تاني؟ كتب تقرير تاني. طب
طب والمعلومات دي انت ده معلومات موثقه. انا بقولش ما هو الغريبه جدا ان الكلام اللي انا بقوله ده كلام موثق وكلام ده موجود في تقرير. طب ممكن تكشف لنا عن مصدرك ايه؟ مصدري ايه؟ مصدري الناس الصحفيين والاعلاميين اللي بيتكلموا في اوروبا وبيتكلموا في هذا الكلام، ومصدري من داخل لجنه الانضباط، واللي انا بقوله ده هو عند اتحاد الكوره. كل كلمه انا بقولها موجوده عند اتحاد الكوره، واتحاد الكوره يعلم الكلام ده وعنده هذا الكلام وعنده اكتر. ده موضوع خطير جدا. سيبك من ان هنعيد المباراه والسنغال هتغلبنا والسنغال مش عارف ايه والكلام ده، انا ماليش دعوه بالكلام ده. انا ليا دعوه باني انا واجد ان هناك فرصه حقيقيه لمصر انها تاخد حقها. ده الكلام، ومش انا لوحدي، ده في ناس كتيره جدا بيتكلموا في هذا الموضوع. لو ثبت خطا كلام الباشمهندس محمد فرج عامر عن الموضوع ده، لا هو اعترف ولا بص انا سهل جدا لو انا عندي خطا اعترف، بس الخطا هيجي منين؟ كنت الكلام اللي انا بقوله لك كلام موثق. تمام، ده كلام موثق، كلام مكتوب في تقرير لجنه الانضباط. لجنه الانضباط ادانت السنغال، بس لجنه الانضباط مش هتعيد المباراه. انت بص الاختصاصات مختلفه، يعني حضرتك فكرك ان لجنه الانضباط دي او يعني انا ليا واحد صاحبي كان قاعد مع ايفانتينو 5 ساعات. تمام، ايفانتينو قال له انا مش هعيد المباراه، فبيقول لي يا عم انت بتعب نفسك. قلت له ما عمر ايفانتينو ما هيقول انا هعيد المباراه، لان ايفانتينو ده طرف. انت في نزاع مع طرف، انت في نزاع مع الاتحاد الدولي، انت في نزاع مع الكلام. لجنه الانضباط ادانت، انت بتاخد لجنه الانضباط وتروح لفين؟ للمحكمه الرياضيه. تمام، اولا كولينا كاتب تقرير في الحكم عشان حضرتك تكون في الصوره، وده من الاسباب اللي مصطفى غربال غير. هيحصل مناقشه للناس بتوع الفار بقوا والاخطاء اللي عملها كولينا. المراقب الامني كتب تقرير خطير جدا يدين السنغال ادانه تامه كليا وجزئيا، وهذا التقرير اكبر مستند خطير قوي. ده المراقب الامني وليس مراقب المباراه. تمام، خدت مسكتك؟ يدين ادانه تامه. انت استنادا الى كل هذا الكلام انت المحكمه هتحكم لك، ده وضع طبيعي. طب امتى تحكم المحكمه؟ المفروض اللي هو المهم بقى ان اتحاد الكوره انا اعتقد في سبتمبر الكلام ده هيتم. في سبتمبر اتحاد الكوره طلب من المحكمه الرياضيه مهله. انت كنت بتتكلم ان الليزر هو السبب اللي لازم المباراه تتعاد علشان ما احنا في 2018 في مباراه غانا كنا احنا كمصر كان الجماهير بتصوب الليزر للاعيبه غانا، المباراه ما اتعادتش. بقول لك ان دول جايبين شركه محترفه وكانت بتوجه مدافع ليزر وليست مسدسات ليزر، وقلت لك ان ده لو في الملعب بس قد لا يعيد المباراه، لكن قلت لك اثناء ضربات الجزاء كله تركز من على بعد 20 متر او 24 متر ونص او ايا كان، وكلها وجهت الى اعين اللاعبين. وسأل الدكتور اللي جابته لجنه الانضباط ثبت بالدليل القاطع ان الليزر بهذه الطريقه بيعمل عمى مؤقت، والعمى مؤقت مدته أطول من المدة اللي يدخل فيها اللاعب على كرة القدم، وليس محمد صلاح وحده. زيزو نفس الكلام، مصطفى محمد نفس الكلام. اللي أنا عايز أقوله لك بقى إن الجزائر متحمسة جدا لقضية إعادة مباراة، علما إن أتمنى أن مبررات إعادتها ما تجيش يعني عشر المبررات اللي بتقولها مصر، لكن أنت لازم تدافع عن حقك ولازم تجري ورا حقك. انت بقى عايز تسيب حقك، ده تصرف غريب جدا. بوستاتك مؤخرا وصلت للحديث عن صفقات الاهلي والزمالك، ايه الهدف منها؟ ملاش هدف. انا بقول وجهات نظر، انا بقول بعتقد يحصل كذا او يعمل كذا. بص انا عايز اقول لك دلوقتي انا املك حريه شخصيه وانا ما بملكش حريه شخصيه. تملك حريه شخصيه؟ طيب دلوقتي الفيسبوك ده وسيله للكلام والتعبير. طيب دلوقتي مش انا بكتب كلام وبكتب معلومات وبقول اشياء يمين او شمال، ده كلام متداول انما ملهاش هدف. هو يعني جت عليا انا بس؟ طب مصر كلها بتكتب. الفكره ان حضرتك رئيس سابق لنادي سموحه. انا رئيس تاريخي، هل اللي انا بكتبه ده ممنوع؟ مش ممنوع، في قانون بيمنعه؟ لا يمنعه. في شيء بيحظره؟ لا دي حقيقه. هل انا بجبر الناس اللي تخش صفحتي؟ لا طبعا. طب بيدخل بال 8 وبال 10 مليون؟ دي حقيقه. بس هو الفكره ان حضرتك يعني بحكم قربك عليا قيود. لا معليش قرب بحد، وما بتكلمش مع حد، وما بسالش حد، ومصادري مش من داخل اي نادي ولا اي مكان. مصادري وعمري في حياتي ما اؤتمن على سر واقوله. تمام. لا
اطلاقا. الائتمان على الاسرار لا، يعني انا مصادري من اللاعبين نفسهم تمام. ومن وكلاء اللاعبين انفسهم. وبعدين يا سيدي دي كل كلمه انا كتبتها كلمه حقيقيه في وقتها، لكن زي ما حضرتك عارف ان الامور دي بتتغير باللحظه الاخرى. وما تنساش ان انا عندي قاعده كبيره جدا من اللاعبين بتكلمني وبتتواصل معايا وبتاخد راي وانا مش برد على كل الناس وبتكلم مع كل الناس، لان وقتي محدود جدا. لكن كل كلمه انا قلتها ليست مصادرها من داخل اي نادي، وليست استنادا لعلاقتي باي شخصيه، وعمري ما اؤتمن على سر واقوله. وانا لما بكون مع اي حد مسؤول، زي ما انا لما بكون مسؤول ما احبش حد يضغط علي يعرف معلومات انا مش عايز اعرفها. انا عمري ما ضغطت على حد، ولا عمري حاولت ان انا استغل مثلا انا قاعد مع حضرتك اقوم استغل كلمه انت تقولها لي، لا اطلاقا ما بيحصلش الكلام ده خالص. وانا مسؤول عن كلامي بس. ليه هاجمت فكره السوبر ليج الافريقي؟ لان ده السوبر ليج ده هيستفيد منه نادي او ناديين مثلا في مصر، الاهلي والزمالك، لكن هيدمر الدوري المصري. هتبقى فروق كبيره جدا، الفلوس اللي هتاخدها هذه الانديه ضخمه جدا جدا جدا، هتبقى ميزانيتها الكرويه عاليه قوي قوي قوي. فهيجيبوا لاعبين وهتجيب فرق وهتجيب اجهزه فنيه، هيبقى مفيش منافسه. هو اوريدي مفيش منافسه. صح، هقول لك هو دلوقتي برضه معلش لا، هو هنا مفيش منافسه لعوامل اخرى. لعوامل اخرى هي العوامل الاخرى؟ عوامل انضباطيه. انا ليا دايما واقفه مع التحكيم المصري. بص، مفيش يعني المدخل الرئيسي لانضباط ونجاح المنظومة الكروية في أي مكان هو التحكيم. فأنا من وجهة نظري، مع الاحترام لكل الأطراف القائمة عليه، إن التحكيم المصري عايز انضباط وعايز معالجة جديدة جدا. فأنت حضرتك دلوقتي في أوروبا، إيه اللي حصل لما تعرض الليج السوبر ليج الأوروبي؟ إيه اللي حصل؟ الدنيا كلها قامت عليه. فهم جايين بقى يجربوه في فين؟ في أفريقيا. إيفنتينو عمل ايه؟ تراجع وتوارى وعمل انا مش جايه منه، دي جايه من ريال مدريد. خلاص ما قدرش على الناس دي، بتفهم ولا ما تفهمش، وعارفه ولا مش عارفه، وهاجوا وماجوا ولا لا. طب انت ليه جاي بقى تجربها في افريقيا؟ وطبعا زي ما انت عارف ان افريقيا هما رجال إيفنتينو، يعني إيفنتينو يعتمد على افريقيا في المقام الاول في الفوز بمنصب رئيس الاتحاد الدولي. فاللي بيقول اللي إيفنتينو بيقول له عليه، والاتحاد الافريقي مسيطر عليه طرفين، الطرف السنغالي والطرف المغربي، فهو جاي يجربه هنا فين؟ في افريقيا، فبيحقق رغباته في افريقيا. فاذا كان الاوروبيين اللي فاهمين اكتر مننا واللي عارفين اكتر مننا واللي متعمقين اكتر مننا في الكوره، واللي الكوره عندهم الصناعه الاولى في اوروبا اللي بتجيب فلوس كتيره جدا، اللي هنا الكوره بتتعال وبيتصرف عليها، لان احنا مش قادرين نظبط المنظومه الكرويه. وانا قلت حتى ان الاستثمار في الكوره مضيعه للفلوس ومضيعه للوقت. تمام. كنت بتتكلم دلوقتي على التحكيم، شايف قرار الاستعانه بالانجليزي انا معجب جدا بهذا القرار. ما ياما احنا عيننا ناس بس ما فعلناش تعيينهم، بص، كل كلمه انا بقولها وبكتبها مش بغرض ان انا اشهر نفسي ولا كذا، ده لاسراء الحركه الرياضيه وللمساعدة في النهوض بكرة القدم. ده اللي أنا فاهمه من اللي أنا بكتبه. يعني لما باجي أقول إن الأهلي هيتعاقد مع مصطفى ده اللي هو إنبي ده جايباه من السويس، وأنا كنت في كنت بسعى عليه، ومعروف مصطفى شلبي ده في منتخب منتخب السويس؟ طبعًا كان معروف، الحاجات دي كلها بتبقى معروفة. كان معروف، أنا سعيد. ده معنى كده إيه؟ معنى كده بقول إن المجتهد أهو بيوصل إلى أعلى مرتبة وبيوصل لكذا وبيوصل لكذا. ومعنى كده بقول ايه؟ ان معنى كده رسالة بتقول ايه؟ ان في عين، خبيرة وعين كويسة قوي في النادي الاهلي قدرت تطلع اللاعب ده، زي مصطفى الزناري المساك بتاع الجيش ده، عنده ميزات. اول مساك ممتاز، غير كده بيعمل فاولات قليل جدا، بينفذ خطة تامة، راجل بيرمي الاوت مسافات طويلة جدا. فادي الفكرة اللي انا بقولها، والغرض ان انا بقوله لما بتكلم، بقول مثلا الزمالك هيجيب فلان الفلاني. لما الزمالك عمل ناشئين كويسين جدا، انا قلت الزمالك عمل ناشئين كويسين جدا، دي لها مدلول هام ان الراجل المدرب ده عرف يطلع ناشئين
والناشئين بتوع الزمالك دول هيكون لهم دور كبير قوي في المستقبل، ويغنوه عن شراء لاعبين بعشرات الملايين ما لهمش لازمة. ايه رأيك بقى في مجلس اتحاد الكرة في ملف المدير الفني؟ بص، لما مشي كروش انا كنت مبسوط ان مشي كروش، بس طلعت غلطان واعترفت بهذا الخطأ، لان حسيت ان كروش عمل من الفسيخ شربات في وقت قليل جدا. انا مش عاجبني كروش في حتة، لكن طلع ان هو صح، اصح مني. طريقة لعبه بيلعب بدفاع بطريقة فظيعة جدا، تمام، لكن لقيت ان هو في الوقت ده القصير ده، في المدة القصيرة دي، ان هو يحقق النتائج دي بالطريقة دي، ده نتيجة كبيرة قوي. تمام، لان فرق كبير قوي لما الفرقة لعبت معاه ولعبت مع إيهاب جلال. طب شايف قرار رحيل إيهاب جلال بعد مباراتين ايه؟ لا، هو اختيار إيهاب جلال، إيهاب جلال بص مدرب لا غبار عليه، وعمل مع المقاصة عمل جبارة، وعمل مع الإسماعيلي عمل جبارة، ومن أحسن وأكفأ المدربين الموجودين في مصر، بس هو لسه بدري عليه أنه يمسك المنتخب القومي. يعني لو أنت قلت لي البدري بالرغم أنه هم مشوه، البدري يمسك المنتخب القومي، يعني من وجهة نظري قرار يكون أفضل من اختيار إيهاب جلال اللي مثلا له تقول لي حلمي طولان، أقول لك عنده خبرة أكتر هيفيد المنتخب القومي أكتر من إيهاب جلال. حسام حسن يفيد المنتخب القومي أكتر من إيهاب جلال، لأن إحنا شفنا إيهاب جلال مع نوعية معينة من الأندية عمل طفرات كبيرة جدا، عمل نجاحات كبيرة جدا، عمل كذا. هو محتاج لوقت أطول والخبرة أطول عشان يمسك المنتخب الدولي. فحسيت بقى بعد كده حسيت إيه؟ حسيت بقيمة كروش. لو كنت رئيسا لاتحاد الكرة أو عضوا بعد رحيل إيهاب جلال، كنت تقدم استقالتك ولا تكمل عادي في المجلس؟ هو اتحاد الكرة ناس كويسة بس مش متجانسة، يعني خدت بالك هما مجوش يعني من حتة واحدة، يعني هما ما اجتمعوش مع بعض واتفقوا مع بعض وقالوا يلا احنا هننزل اتحاد الكرة واحنا فكرنا كذا وكذا. هما افكار مختلفة، هي دي المشكلة بتاعة اتحاد كرة القدم، ان هو غياب التجانس. غير كده بقى ان برضو انا بشعر ببعض المجاملات. ليه؟ لان في بدون بقى دخول في تفاصيل، مش عايز ادخل في تفاصيل، لان في حاجات باينه قوي قوي قوي، فهم اعتبارا للي ماسكها واعتبارا للي مش عارف. طب هي مجاملات لمين بالظبط؟ لاهلي، زمالك، لا انديه تانية، ولا مجاملات في التعيين؟ لا لا، انا مش عايز برضو. بص، بند المجاملات ده في التعيينات، في التغييرات، هما في مجاملات. يعني انا كابتن عصام راجل محترم قوي، انا بحبه فوق دماغي، وهو راجل عبد الفتاح مشغول بالاتحاد الافريقي، ومشغول 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 ومشغول، وفي اصوات كتيره جدا بتطالب بتغيير لجنه الحكام. لما بييجوا يختاروا مساعدين لجهاز فني، ده بيجيب واحد وده بيجيب واحد وده بيجيب واحد وده بيجيب واحد، الكلام ده ما ينفعش. زائد مثلا حكايه الجواب ومش الجواب واللي حصل ده طبعا موضوع خطير جدا، ما يتسكتش عليه. وانا مع الاهلي انه رفع قضيه، وانا مع الاهلي انه يجيب حقه، وانا ببسط جدا بان كل واحد يسعى لانه يجيب حقه. ونفس المبدا اللي الاهلي بيجري يجيب حقه هو المبدا اللي بيخليني كمواطن مصري بسعى ان انا اوضح حقائق عشان احنا ناخد حقنا. ده انا بوضح حقائق، انا ماليش منفعه وماليش مصلحه. يعني انا اللي بقوله ان اتحاد الكوره طالما في نوع من المجاملة، أو أن أنت تعمل حساب حد في عملك، وده خلي بالك ده اللي أدى أن أنا مشيت من نادي سموحة، أن أنا في الشغل ما أعرفش حد، يا أبيض يا أسود، يعني يا أبيض يا أسود، أنت قريبي، أنت حبيبي، أنت صاحبي، الصح إيه والشغل إيه والمصلحة إيه، غير كده أنا لما أشوفك أقولك رأيي بمنتهى الصراحة. المهندس فرج عامر ينوي الترشح انه يكون رئيس لاتحاد الكرة؟ لا، عمري ما افكر في الكلام ده. ما تفكرش؟ لا، استحالة، مش ملعبي. انا مش عايز اكون ماسك مراكز وبس. انا مليون في حاجات كتيرة جديدة بتعرض عليا، بس لا. طب هل اتعرض عليك انك تكون رئيس لاتحاد الكرة؟ ما اقدرش اقول بقى اتعرض، انا ما بقللش من قيمة الناس الموجودين، الناس الموجودين دول ناس محترمة وناس أحسن مني، وأنا بكن لهم كل الاحترام وكل التوفيق، وبقول لهم الله يكون في عونكم. طب شايف المجلس الحالي برئاسة الأستاذ جمال علام ناجح بنسبة كام في المية؟ هو لسه ما اختبرش بالقدر الكافي يعني.
لسه ما اختبرش. اه واحداث اللي مرت دي كلها مش عاجباني. لو انا كنت موجود كنت اتخذت قرارات اكثر صرامه. ايه هي القرارات؟ كتيره بقى. ما احنا هنعيد تاني يعني مثلا حكايه الحكام، يا ابيض يا اسود، عصام بيفوق دماغي وانا جايب راجل كلاتنبرج تمام، المدير الفني لاتحاد الكوره ما جابوش مدير فني لاتحاد الكوره افعل ذلك، مثلا التحقيقات بتاعت الجواب اعترف اقول انا اللي قلت للراجل خبي الجواب واروح ماشي مستقيل. ما انت يعني هتقول لي المدير، ما هو هتقول لي المدير التنفيذي خبى الجواب من نفسه وانت سايبه، ما هو يا ارفضه يا امشي. في مواجهه الموقف دي لا مش ناجحين، ما اعتبروش ناجحين. ما انا قلت لك اهو يعني في جواب اهو، انت خدت بالك في جواب اهو. يعني كابتن محمود الخطيب قال في التلفزيون، قال في المؤتمر الصحفي لما سالت الاستاذ جمال علام قال ايه، قال انا والكابتن هاني ابو ريده احنا الاثنين صح، ما ينفعش رايين ضد بعض، ما ينفعش يا هو صح يا انا صح بس. فانا بقول لك الجواب يرفض الراجل اللي هو خباه، يعترف ان انا اللي قلت له خبيه وبتناصر بالمسؤوليه وامشي. طيب فكره رابطه الانديه شايفها ناجحه ولا؟ اه ناجحه جدا، بس تتفعل بكل قوه، تاخد كل الاختصاصات اللي واخدها رابطه الانديه في انجلترا مثلا. الكوره فيها مشكله خطيره برضو، انا اول واحد اثرتها، ان انت عندك لعيبه محترفه وانديه محترفه ومدربين محترفين وحكام بياخدوا فلوس، والدوري دوري هواه، مفيش دوري في العالم تكسبه يدولك ايه حته خشبه ولا حته صفيحه، لازم في جائزه ماليه ضخمه جدا، خدت بالك؟ وبعدين ايه دور اتحاد الكوره بيعمل فيك ايه؟ ده انا قعدت سنين وسنين رئيس نادي عمر اتحاد الكوره ما رد عليا في جواب اطلاقا، مفيش جواب رد عليا فيه اتحاد الكوره. وبعدين اتحاد الكوره بياخد فلوس بكل شكل وبكل اتجاه، وبعدين اتفاجئ ان اتحاد الكوره عليه مش عارف 600 مليون، كلام غريب جدا، لان اتحاد الكوره بكل واحد عايز يعين قريبه وعايز يعين صاحبه وعايز كده، غير كده يعني مفيش حاجه اسمها معاش، خروج على المعاش مفيش. يعني انت خدت بالك؟ بص تجديد الدماء الا للعباقره، انا مش معقول كله عباقره مفيش معاش، فانت الاتحاد كله بيكبر معاك، فلما الاتحاد كله يكبر معاك اداؤه بيقل، وان هو علاقته بعلوم المستقبل والدنيا المتقدمه بتتلاشى واحده واحده، وعلاقته بالمجتمع بتتفكك، فانت لازم يبقى عندك اب تو ديت. يعني انت خدت بالك؟ تحديث فكري وتحديث في العمل. جيب لي مثلا مره ان اتحاد الكوره ده عمل لقاء مع اتحاد وتبادل زيارات وتبادل خبرات مع الاتحادات المتقدمه، ما حصلش. الرابطه بس اللي راحت الامارات وعملت تآخي معاه. خلي بالك الامارات والسعوديه دول تقدموا تقدم مذهل، وعشان كده يجي يلعبك يكسبك. انا مش ضد ان هو يكسبني، بس يا اخي يكسبه مره ويكسبني مره، خدت بالك؟ لكن هم هيكسبونا، احنا ترتيبنا تراجع ليه؟ لان احنا المباريات التحكيم ضعيف، قلت لك الاستثمار في الكوره مش مجدي وبقى مفهوم كده، فانت بتتراجع. ايام الكابتن عصام عبد المنعم كان رئيس الاتحاد، الكابتن حسن شحاته كان رئيس المدير الفني، كنا التاسع، وصلنا يوم التاسع على العالم، وزعلنا لما بين ال 11، دلوقتي بين ال 49، والمره الجايه هنبقى ال 50 وهنبقى. طب وليه؟ وبعدين حضرتك جيب لي خطه اتحاد الكوره عاملها لتنميه المواهب، ازاي انت تكتشف المواهب؟ محدش جه قال انا عايز اعمل اكاديميه زي اللي موجوده في بلجيكا او اكاديميه زي اللي موجوده في فرنسا زمان. لا هنقول نرجع بالتاريخ خالص زمان قوي، كان في واحد الله يرحمه اسمه جلال ريطم كان بيرعى الموهوبين، عمل مدارس الموهوبين وعمل مراكز تدريب الموهوبين. عارف الموهوبين دي طلعت مين؟ الخطيب وفاروق جعفر والجوهري وناس كتيره جدا كانت نجوم الكوره لسنوات طويله. انت واخد بالك انا عايز اقول لك ايه؟ ايه الفكر اللي بيعمله اتحاد الكوره عشان يطلع يعد موهوبين ويعد ناشئين ويعمل ربيع ياسين يلف محافظات مصر كلها يلم ايه اللي كذا؟ مفيش خطه. ايه دور المدير الفني اللي عايزين يجيبوه؟ مفيش حاجه، واحد يقبض مرتب خلاص. قلت ان في لعيب عالمي هيجي سموحه، لكن انت موقع على اتفاقيه عدم الافصاح عن اسمه، ممكن تقول لنا جنسيته؟ لا. لا اسباني. اسباني. انا قلت ان كان في شركه داخله معايا، وقلت ان الشركه بتنتج
حلويات انا بصنع لها، شركه عالميه كبيره جدا كانت داخله، وان الراجل ده عنده مشاكل طلاق في اسبانيا وكان عايز يبعد عن اوروبا تفاديا لمشاكل وتفاديا الى اخر هذا الكلام، وكان من الافكار اللي كانت معروضه، وان احنا وانا شخصيا كنت هدفع جزء من فلوسه. وبعدين عايز اقول لك حاجه، انا مش بقول كده او انت، انا رئيس النادي الوحيد اللي كنت بصرف على النادي. تعرف النهارده انا عايز من النادي اسمه كام ورفع قضيه عايز كام؟ 132 مليون و48 مليون. 132 مليون و48 مليون. مليون. وال132 مليون دي فلوس انا كنت دافعها في العالمين عشان الارض اللي كانت هتعمل لنادي سموحة، واللي دلوقتي هم خلاص مشوا من النادي، واللي انا بعملهم اللي هم بيتقاعسوا عن سدادهم وفي قضيه وفي بلاغ عند وزير الشباب والرياضه الى اخر هذا الكلام. يعني انا مش بقول كده، يعني مفيش رئيس نادي في التاريخ صرف على نادي قد ما انا صرفت على نادي سموحة. هم انا بقول لك اهو النهارده انا عايز 48 مليون و132 مليون. فرج عامر معروف من انجح الناس اللي بتقدر تجيب لعيبه مغموره وتباعها بملايين، عايزين نعرف انت دخلت قد ايه لسموحه؟ 500 مليون، وانا الوحيد اللي كسبت في الكوره. والكلام ده سيبك من اللي يقول واللي يخرف واللي يعمل ويسوي، ترانسفير ماركت يعرفوني؟ لا. يعرفوني؟ كتبوا، قالوا ان الوحيد اللي كسب من كره القدم من البيع والشراء في مصر هو محمد فرج عامر. منتهى الامانه. منتهى، بص بعدين رئيس نادي بورتو اعرفه؟ ما اعرفوش، انت بتقول لي كذا وكذا، طلع في التلع. عندي شريط وقال انا بقى احنا بنعمل زي نادي في مصر اسمه نادي سموحه بيعمل كذا كذا كذا، احنا فكره. تواصل معاك يعرف انت بتعمل ايه؟ وبرده نادي في البرازيل قال، طلع وقال نفس هذا الكلام. يا بيه اصل العالم صغير جدا والتجارب منقوله. بعدين انا برده نقطه مهمه جدا، يكفي ان انا طلعت من درجه تانية لدرجه اولى، وتاني تاني تاني سنه كان المفروض انا بطل الدوري الحقيقي وبطل الكاس الحقيقي. بقول لك اكبر مجله في اوروبا اتصلت بيا وقالت لي احنا هنحط صورتك على الغلاف الجمعه العدد الجاي، تطلع مره في الشهر. قلت له ليه؟ قال لي عشان هتكسب الدوري وهتكسب الكاس. لو انا كنت في اي اتحاد كوره غير اللي موجود في مصر في ذلك الوقت كنت كسبت الدوري وكسبت الكاس. طب انت شايف ان اسعار اللعيبه دلوقتي مش مبالغ فيها؟ هو اي حاجه في الدنيا عرض وطلب. اي حاجه في الدنيا عرض وطلب. لا، اللي انا مزعلني ان احنا مش مطبقين الفير بلاي في مصر. انت لازم تطبق الفير بلاي. الكوره مصدر دخل ومصدر، سيبك من وقت الكورونا، في الكورونا انديه كتيره جدا خسرت، لكن النهارده الفرق الكوره دي احسن من المصانع في اوروبا. هي الصناعه الاولى في انجلترا كره القدم، والصناعه الثانيه سبق الخيل. انت خدت بالك؟ انما انت الكوره بتتعال، انت بتصرف على الكوره في مصر، الوضع مقلوب. الحاجه اللي بتجيب لك فلوس والحاجه اللي بتصرف عليها شت. طيب مين اغلى لاعب بنضم لسموحه؟ هاني العجيزي ب 4 مليون جنيه. هاني العجيزي فضل يلعب لغايه ما اعتزل، هو الهداف التاريخي في نادي سموحه، هو وحسام حسن. انت خدت بالك؟ بس هو ادى طعم للفرقه، زي برضو لما جبت محمد بلال في وقت انا كنت لسه طالع من الدرجه الثانيه. احمد بلال لما كنت طالع من الدرجه الثانيه ما كانش فيه لعيب عايز يجي لي خالص، ففكرت فكره عبقريه ان انا اجيب نجم وابني عليه فريق، وجبت احسن لعيبه في ذلك الوقت مضيتهم. ايه رايك بقى؟ احسن لعيبه. تعرف ان مؤمن زكريا مضى في سموحه وانا طالع اول سنه، حماده طلبه مضى. ايه اللي حصل بقى؟ غيرنا الاداره الفنيه في ذلك الوقت وسافرت بره، فما تأيدوش عندنا في النادي. السنه اللي وراها عملت فرقه عالميه كلها احترفت. صفقة كان هينهيها المهندس فرج عامر من الاهلي او الزمالك، لكن رحيلك عن سموحه اوقف الصفقه. هو مين مهاجم، مين هداف الدوري دلوقتي؟ ومين كان شايفه لما كان في المقصه؟ انا مروان رحت اشتري من نعم مروان رحت اشتري من المقصه ودفعت لهم في ذلك الوقت 2 مليون، وانا عمري ما ادفع 2 مليون. مرضوش، دخل الزمالك اشترى ب 8 مليون، وبعدين راح الزمالك وقعد. مين اللي اصمم ان يجيب مروان حمدي وغيره وغيره؟ انا جبت 13 صفقه السنه دي ببلاش. تمام. نجوم. اغلى لاعب في مصر من وجهه نظرك شايفه يساوي كام قيمه انتقال من نادي لنادي وقيمته هو كلاعب مرتبه؟ اصل ده تعتمد على مدى احتياج الاهلي او الزمالك لهذا اللاعب في هذا المركز. الاهلي بالذات وفي بيراميدز وفي فيوتشر. مظبوط، في بيراميدز وفي فيوتشر داخل وفاركو، بس لا، فيوتشر ما يقدرش يدفع زي الاهلي، بيراميدز يقدر يدفع زي الاهلي، بس متهيألي شهيه بيراميدز دلوقتي مش مفتوحه قوي،
لانه عمل فرقه ضخمه جدا 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 ما عملتش النتائج اللي ينتظرها. اغلى لعيب دلوقتي في الدوري المصري مين؟ لا اكيد في ناس ثانيه، بس مثال الشناوي. اعتقد ان الشناوي ده يعني لو ما كانش نادي النصر السعودي جاب حارس المرمى بتاع ايطاليا ده بتاع نابولي كان خد الشناوي اعتقد. تمام. وبس ما اعرفش الاهلي يوافق او ما يوافقش. تمام. لو كنت مكان المستشار مرتضى منصور هتجدد لاشرف بن شرقي وطارق حامد وابو جبل باي مبلغ هم عايزينه؟ هو طلع خمس ناشئين او ست ناشئين يساووا يعني يساووا ملايين الملايين، فدول هيغطوا له مراكز خدت بالك ما حدش يقدر كان يعني عشان تعملها عايز لك 100 مليون. لا انا متفق معاه ان يكون عنده سقف للاعبين، انا متفق تماما ان يكون لازم يكون عنده سقف للاعبين، خاصه مثلا ان لاعبين بتتقدم في السن، لاعبين كذا لاعبين كذا لاعبين كذا. ثانيا ان انت يعني لازم يكون عندك طبعا يعني بتحب النادي اللي انت قضيت فيه وقت طويل. ابو جبل ده صنيعة الحمد لله بتاعت سموحه، وطارق حامد سموحه خدت بسيتك. طبعا كل حاجه ليها حدود، وطبعا هو على قد لحافك مد رجليك. احكي لنا قصه انتقال حسين فيصل من نادي الزمالك لنادي سموحه. ايه اللي حصل؟ غير ولا مليم. ايه اللي حصل بقى؟ عملت الصفقه دي ازاي؟ انا قعدت متتبع متتبع متتبع. الساعه 12 بالليل القيد اتقفل. القيد ايه؟ اتقفل. لا قبل ما يتقفل، اول ما القيد الاول اتقفل على طول رحت انا طالب استعلام عنه، بس انا طبعا كنت مضي اللعب. طيب انت كنت متابعه من فتره ولا كان حد وكيل عرضه عليك ولا كان ايه؟ يا بيه انا بص ما اجيبش لاعب الا اكون انا شايفه بعيني، استحاله. وحتى في لعيبه كتير انا ما شفتهاش بعيني وتوقعت لها النبوغ، وفي لعيبه طلعت الشيك ورحت اجيبها لغايه هناك، والمدير الفني اللي في ذلك الوقت اللي مش ممكن اقول اسمه اصر ان انا ما اجيبهاش وما جبتهاش، وبقت نجوم النجوم النجوم. حمدي فتحي اسمه ايه ده، ابراهيم عادل. ابراهيم عادل، عادل طلعت شيك ب 900,000 جنيه لنادي المريخ البورسعيدي. المريخ البورسعيدي. وبرده الثاني طلعت شيك برده حمدي فتحي ب 700,000 جنيه. وبعدين هنروح بعيد ليه؟ الدكتور احمد عاشور يقول لك المدير الفني اللي كان ماسك دمنهور في ذلك الوقت كان الكلام بينا قد ايه على حمدي فتحي. احمد فتوح. احمد فتوح طبعا الباك الشمال ده انا شفته كنت هاخده فري، الاداره الفنيه قالت لا فخدناه اعاره. مين شاف فيه. طبعا مين شاف محمد عبد المنعم بس خدته اعاره. احمد عبد القادر، مين طلع احمد عبد القادر؟ ناصر ماهر، ياسر ابراهيم خدته فري. مين اللي بيدلك على اللعيبه دي، اللعيبه المغموره وبعد كده بيبقوا نجوم؟ هل في وكيل معين بيكون معاك ولا ايه اللي بيحصل بالظبط؟ لما اسمع على لاعب لازم اشوف له ماتش وماتشين وثلاثه، وبعد كده عندي واحد ابعته بقى يجيب لي هذا اللاعب. وفي ناس من غير ما تترشح يعني، عارف مين اللي جاب اللاعب الافريقي اللي في بيراميدز اللي بيلعب في نص الملعب اللي ما بيلعبوش كل ماتش دلوقتي اسمه ايه؟ تراوري. تراوري مين اللي جابه مصر؟ انا. وقعد 22 يوم في سموحه والمدير الفني في ذلك الوقت ما رضاش يلعب. طيب صفقه خطفتها من الاهلي والزمالك وعمرك ما تنسى التفاصيل دي؟ كتير، حاجات كتيره. حاجات زي كتير. مين مثلا؟ كتير. انا اقول لك ايه ولا ايه؟ ده انا اللاعبين ده بحر كتير. ليه اللعيبه كانت بترضى تيجي لي انا؟ انا اقصى لاعب دفعت له في السنه 2.5 مليون. ليه؟ وكان يبقى معروض عليه 5 و6 مليون. ليه كانوا بيجوا لي؟ عشان عارفين ان انت تقدر تبيعهم بمبالغ كبيره. انت تعرف ان ياسر ابراهيم ده كان عقده انتهى وانا جددت له عقده قبل ما يتباع وما كانش معروف. ورجب بكار نفس الوضع. يعني قالوا لي ايه؟ باشمهندس جدد لنا العقد عشان تبيعنا كويس. المهدي سليمان. مهدي سليمان برضه نفس الوضع. والهاني سليمان ما انا جبته من غير ولا مليم. وغيره 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 وغيره، افضل اعد لك عشرات. وياسر ابراهيم من غير ولا حاجه، عشرات اللاعبين. تمام. وعلاء علي مين اللي قعد اكتشافه؟ الله يرحمه. الله يرحمه. مين؟ بعد ما ده سابه وده سابه وده. وايمن اشرف ما انا اخدته من غير ولا مليم من الاهلي مثلا. واسلام محارب ما انا اخدته من غير ولا مليم. وابراهيم عبد الخالق، مين اللي عارف ابراهيم عبد الخالق؟ ابراهيم عبد الخالق ده كان هو وطارق حامد احسن خط وسط في مصر. جمهور الزمالك غضبان من المهندس فرج عامر انه في وقت من الاوقات بينزل وقت ازمات نادي الزمالك بينزل صور مع رموز النادي الاهلي والمعروفه اعلاميا بشله الغردقه، انت ردك عليهم ايه؟ كلام ملوش معنى طبعا. انت بتتصور مع ناس اصدقائك
انت لما بيكون لك صديق انت مش بتصنف الناس. يعني مثلا حضرتك مثلا يعني انا في صداقه بيني وبين حضرتك بغض النظر حضرتك اهلاوي حضرتك زملكاوي مش ملهاش علاقه. العلاقات الانسانيه مش بالاهلي والزمالك. علاقتي الانسانيه والصداقه باي حد عمرها ما تكون موجهه ضد حد اخر. ده كلام غير منطقي وكلام جديد على مش مجتمعنا على اي مجتمع في العالم. في العالم انت مش بتقعد مع حد عشان لا قدر الله تتامر على انسان تاني. دي تصرفات غير طبيعيه وغير منطقيه الكلام ده. بس لكن انا بحترم جمهور الزمالك. مفيش بيني وبين جمهور الزمالك اي مشكله وانا اصلا مفيش بيني وبين الزمالك اي مشكله. والدليل ان انا مرارا وتكرارا اديت للزمالك لاعبين ممتازين بغض النظر اهلي عايزهم او الزمالك عايزهم. الزمالك لما اشتراهم مني انا اديتهم للزمالك فورا واتفقت معاهم. واي فلوس بتجيلي بعد الاتفاق لا يمكن بعمل كده وبنفذ اتفاقي. هل فكرت في يوم من الايام انك كنت تتعاقد مع محمد صلاح؟ محمد صلاح ما كان في المقاولين؟ لا 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 ده اللي وقع بقى ظريفه جدا. انا كنت مسافر وكنت اعتقد في تركيا في ذلك اليوم. وكان رئيس النادي الدكتور اسماعيل الله يرحمه طبعا ويحسن اليه اسماعيل فايد. كلمته كان يوم ماتش المقاولين العرب وسموحه كانوا بيلعبوا. فاول ما كلمته قال لي النهارده بقى اطمئن. قلت له قال لي هنكسب كتير قوي. قلت له ازاي؟ قال لي ده لسه عدى دقيقتين وكورتين في العارضه. قلت له معقوله؟ قال لي اه. قلت له يا صلاه النبي. قال لي كره في العارضه وكره في القايم وانفردنا. الدقيقه 10 كده بكلم واحد اداري عندنا في النادي بقول له ايه الاخبار؟ قال لي 2-0. قلت له الحمد لله الحمد لله. قال لي علينا مش لنا. قلت له ليه؟ قال لي ده في ولد صغير كده اسمه محمد صلاح عدى من المدافعين كلهم رقصهم في الدقيقه 7 حط جون وفي الدقيقه 8 عمل نفس العمله وحط جون تاني. قلت يا نهار اسود الحكايه دي معقوله؟ ده دول اكيد ما ينفعوش. كان هو محمد صلاح. محمد صلاح دي حاجه طفره ما تعرفش مين ممكن يبقى زي محمد صلاح. ربنا حط فيه سمات شخصيه معينه وهو عنده اراده معينه وعنده موهبه. بس هو عنده سمات شخصيه اقوى من موهبته وعنده اراده اقوى من موهبته وعنده تحدي اقوى من موهبته. زي بسنت. بسنت دي كنت انا مصرح لها انها تتمرن في نادي سموحه لكن هي ما كانتش عضوه في نادي سموحه. كانت امها مديره فنيه للجمباز في نادي سموحه. انا قابلتها وسلمت عليها. منظرها كانوا يقولوا لي دي بطله الجمهوريه لكن بص بسم الله ما شاء الله دي طفره. في موسم 2014-2015 تم انتقال طارق حامد من نادي سموحه لنادي الزمالك مقابل 8 مليون جنيه وكان ده وقتها وقت الوقت ده كان اكبر صفقه للاعب. كواليس الصفقه دي كانت ايه؟ خاصه ان طارق حامد نفسه صرح ان هو عايز يلعب في الزمالك. ايه الكواليس بقى التعاقد الاهلي وتعاقد الزمالك وايه اللي حصل؟ لا ما ده تم بسرعه البرق. عايزين طارق حامد وانا كنت متمسك بطارق حامد وطارق حامد جالي البيت وقعد معايا وقال لي والنبي يا باشمهندس ارجوك ما تقفش في مستقبلي وفي طريقي وبتاع. خدت بالك؟ فوافقت على الانتقال. في الوقت ده انت طبعا بتكون عايز توصل لاعلى سعر. فاللاعب لما يصرح اللي هو عايز يلعب لنادي معين هل ده بيقلل من فلوس الصفقه ولا بالنسبه لك بيبقى ايه؟ ما بقللش من فلوس الصفقه. طب ازاي وصلت للرقم الكبير ده في الوقت ده؟ كان في اصرار جامد قوي من الزمالك ان ياخدوا طارق حامد. هل توقعت ان انت كنت تبيعه بالرقم ده؟ ما توقعتش ان انا ابيعه اصلا. ما كنتش عايز ابيعه ابدا. يوم ما بعته حسيت ان جزء من جسمي اتخلع. يعني يوم ما بعته ده كان صدمه كبيره قوي زي حمودي برضه. صفقه انتقال ياسر ابراهيم من نادي سموحه لنادي الاهلي في الوقت ده كان في رغبه من الزمالك في التعاقد مع ياسر ابراهيم ونادي الاهلي عايز ياسر ابراهيم. مظبوط. طلع كلام في الوقت ده ان ياسر ابراهيم بل احلف لك بالطلاق. لا. ان هو مش عايز. لا. يلعب. لا. نادي الزمالك. لا. وعايز. لا. يلعب نادي الاهلي. لا. لا. صحه الكلام ده؟ لا لا اولا برضه ياسر ابراهيم ده راجل شديد الادب. تمام. وشديد الاحترام وشديد الالتزام. وانا يعني سعيد ان انا تعاملت معاه. من الشخصيات الجميله جدا جدا اللي تعاملت معاه. دي اول حاجه. ثانيا الزمالك كانوا بعتين يعني كانوا غير جادين في التعاقد معاه. وكان هو ميال ان هو يروح النادي الاهلي. وكانوا الزمالك عايزينه باي طريقه. فانا قلت له دلوقتي انت تقول لهم انا حصل لي صلاه استخاره. وتصلي صلاة استخارة وتستفتي قلبك والمكان اللي انت عايز تروحه تروح بمنتهى الحرية. فهو طلب ان هو يروح الاهلي فراح الاهلي. بعد ما راح الاهلي
بعد ما الكابتن محمود الخطيب اشتراه مني، اشتراه بالليل، جالي تليفون من مكان اخر دفعوا 10 مليون جنيه ازيد. انا طبعي اذا اتفقت مع حضرتك حتى لو على جنيه انفذ لو على رقبتي. فراج عامل معروف ان هو اهلاوي، هل انت كان في لعيبه ممكن توديها لاهلي عن الزمالك ولا كان بالنسبه لك البيع؟ لا بص انا اهلاوي اه واحب الاهلي جدا، بس لما كنت سموحه يبقى سموحه الاول. مصلحه سموحه دي امانه متجرد من المشاعر، اللي مصلحه النادي اولا بنفذها. بمناسبه انك بتقول انك اهلاوي وبتشجع الاهلي، هل ممكن في يوم من الايام تترشح لرئاسه النادي الاهلي؟ لا انا مش عضو اصلا، ولا عمري اترشح، ولا عمري كذا، ولا عمري ابقى، انا مش عضو اصلا. انت مش ولا عندي ولا بفكر في المواضيع دي اطلاقا. خلال مباراه الاهلي وسموحه الاخيره واللي خسر فيها النادي الاهلي، كتبت بوست على الفيسبوك ان لو كنت رئيس النادي سموحه وحمد علاء عمل احتفالا بشعار نادي الزمالك كنت قطعت الاعاره ورجعته لنادي الزمالك. جماهير الزمالك كانت غاضبه، بتقول خلال تواجدك رئيس نادي سموحه كان صلاح محسن عمل اللي هو ما شفتهوش. لا قسما بالله ما شفته، ولو كنت شفته كنت قطعت الاعاره. وانا في سموحه تعاملي مع الاهلي والزمالك حيادي تماما. حاجه تانية، مش انا اهلاوي، لكن لما الزمالك بيلعب مع اي فريق، انا فريق بره مصر، انا عايز الزمالك يكسب. يعني انا بص مش غبي ومش متعصب، انا في المقام الاول رياضي. مش انا بقول لك الزمالك جاب ناشئين دول كانوا اشتروا من كلفه 100 مليون جنيه واكتر، دي حقيقه. انا هقدر انكر الحقيقه، وانا بضرب تعظيم السلام لمدرب الزمالك، علما الناس كلها كانت قالت ده عجز وده كبر وده، بس بقول لك تعظيم السلام. عجبني جدا جدا في جرأته في الناشئين اللي لعبهم ونزلوا ولعبوا جامد، وعجبني جدا ان هو لغايه دلوقتي شيكابالا وبيلعبوا شيكابالا فورمه في السن الكبير ده، وبيعمل وبيجيب اهداف يعني عامل انجاز، ومش فارقه معاه ده يمشي ده يقعد ده ينقطع ده يسوي، مش فارقه معاه. ايه كواليس انتقال حسام حسن من نادي سموحه لنادي الاهلي؟ والله الزمالك قعدوا يقول لي احنا عايزين حسام حسن سنه، وانا ماشي معاهم في الكلام، وطلع ان هم ما عندهمش قيد اصلا وما خدوش اي خطوه ايجابيه. وانا اعرت حسام حسن لليبيا بمبلغ كبير جدا يعني، واعرت معاه محمد الطرهوني لليبيا، انا كنت واخده منهم، رجعت عرضه لهم ب 300,000 دولار، وحسام حسن تقريبا بمليون دولار. المهم وبعد كده جه حسام حسن، فالكابتن محمود الخطيب كلمني قال لي حسام حسن راح في حته، قلت له لا موجود، قال لي طب انا هاجي اقابلك دلوقتي، هل عندك استعداد ان حسام حسن يروح الاهلي؟ قلت له ما عنديش اي مشكله بس خلاص. وجه الكابتن محمود الخطيب واتقابلنا، مفيش 5 دقايق انتهى الموضوع. ليه حسام حسن ما ظهرش بنفس القوه اللي كان؟ ما ادولوش الفرصه، المدرب دلوقتي بيتكلم عليه جامد قوي، ما ادولوش الفرصه. معلش مع احترام موسيماني طبعا مدير فني على دماغي وكل حاجه، بس ما ادولوش الفرصه. هل الكابتن احمد سامي اتحسب على المهندس فرج عامر علشان كده مشي من لا ملهاش علاقه. هو انا اللي اكتشفت طبعا احمد سامي هو راجل ممتاز. دلوقتي انا لما سبت نادي سموحه ماليش علاقه اطلاقا ولا ليا دعوه باي حاجه، خدت بالك؟ وحتى لما ناس بتكلمني من النادي ولا كده يعني 99% انا برد السلام بس، لكن مش لا عايز اسمع ولا بتكلم ولا ليا دعوه بهذا. لو فرج عامر رئيس نادي سموحه حاليا كان هيسيب احمد سامي يمشي؟ هو ما كانش ابدا هيمشي، يعني خدت بالك؟ انا مريح جدا للناس اللي بتشتغل معايا. بس اصعب مدير فني اتعاملت معاه في سموحه كان مين؟ لا ما اتعاملش مع حد، بالعكس. عارف حسام حسن وابراهيم حسن ألذ ناس وادم ناس واشيك ناس واجمل ناس، وحلم طولان راجل لذيذ جدا وحبوب وشوقي غريب. بص ما فيش حد ابدا. عارف اصعب حد مين؟ فييرا اللي بيمرن انبي ده. مدير فني كنت تتمنى التعاقد معه خلال فتره تواجدك رئيسا لنادي سموحه؟ ايهاب جلال، بس ما كنتش اقدر ادفع مرتبه طبعا. مين المدير الفني اللي خذل المهندس فرج عامر؟ كنت تتوقع ان هو يعمل حاجه كبيره في الفرقه وخذلك؟ لا انا مش عايز اغلط في حد. هو مدير فني كبير وكسب كاس العراق، طبعا كسب بالعراق كاس كده، وراجل شاطر و و و، بس يعني هو ما عادش مده عندنا، وهو ما كانش متجانس معانا، ما كانش متجانس معانا اللي هو فييرا. هل في ممكن من يوم من الايام مستقبلا تترشح لرئاسه نادي اخر غير سموحه؟ لا. او ترجع للمجال الرياضي؟ ما بص انا ما اعرفش بكره هيكون في ايه، بس انا ما يعني انا دلوقتي مبسوط وسعيد جدا، واتشال من عليا ضغوط رهيبه جدا. دايما لما بشتغل طبعا بكون مضغوط جدا، وعليا ضغوط تانية جميله انا بعملها وبمارسها وسعيد قوي بيها. فانا في اللحظه دي احمد ربنا واشكر فضله.
لكن أندية أخرى مش قد ما كان في أندية كتيرة نفسها أن أنا أكون رئيس مجلس. لا ما هو سعر بيع المهدي سليمان لنادي بيراميدز؟ 68 مليون جنيه. 68 مليون جنيه اسمه ايه ده كمان اتباع ب 2 مليون دولار وشويه كمان. عبد الله بكري افضل صفقه من الاهلي. احمد عبد القادر مثلا وناصر ماهر. افضل صفقه من الزمالك مصطفى فتحي ومروان حمدي. اللاعب اللي اتباع من سموحه بشكل سريع جدا وبسهوله كان مين ده؟ المهدي سليمان واسمه ايه ده محمود عبد العزيز بسهوله. كلهم اتباعوا صامو الافوم جدون اطرام كل دول بسهوله جدا. في الصفقات مين كان اسهل في التفاوض؟ محمود الخطيب ولا مرتضى منصور؟ الكابتن محمود يعني كلامه قليل جدا جدا ومحدد جدا خدت بالك؟ لكن صعب جدا. ومرتضى منصور برضه صعب صعب بس كنت انا ومرتضى منصور ببيع وبشتري برضه في 5 دقايق يعني. هو كان بيثق في اللعيبه والحمد لله اديت له احسن لعيبه والحمد لله كان مبسوط وكل حاجه بره بمنتهى السلام واداني فلوسي وكل و100% تعامل معايا باخر شياكه واخر رقي وما شفتش منه حاجه وحشه في التعامل خالص. وطبعا محمود الخطيب ما شفتش منه ابدا الا كل خير كل خير. من افضل رئيس نادي في تاريخ مصر؟ حسن حمدي. بس محمود الخطيب جاي دلوقتي كمان انا شايف ان هو يعني ماشي على نفس النهج وبيعمل حاجات جامده بس حسن حمدي ده اسطوره. اكتر شيء ندمت عليه خلال فتره تواجدك في سموحه؟ لا انا مش ندمان على حاجه مش ندمان. انا في طبعا ناس كنت فاهمها غلط طبعا بس عادي دي الحياه الدنيا. انا مش ندمان ما ببصش كده يعني كل يوم جديد انت خدت بالك. خلاص انا بنسى اللي ورا ما بشيلش. هل حصل قبل كده تفاوض مع ايهاب جلال لتدريب نادي سموحه؟ حصل من خلال تامر النحاس. هتترشح في المستقبل لرئاسة سموحة؟ ما اعرفش ما عنديش فكره ما اعرفش بكره في ايه. ليه سموحة ما بناش على النجاح في التواجد الافريقي ان يكون منافس حقيقي على الدوري ورضى بالمربع الذهبي بس؟ هنا عشان تاخد الدوري لازم يكون وراك ظهير جماهيري رهيب او ظهير سياسي قوي جدا. اللي خدوا الدوري في اخر 30 سنه كده يعني الاولمبي لما خد كان سليمان عزت الزمالك ده اللي عمله طبعا عبد الحكيم عامر ده اللي نط بالزمالك نطه جباره. بس خلاص الزمالك بقى خلاص ملوش دعوه بقى بالظهير السياسي. الزمالك اللي عنده ظهير جماهيري رهيب طبعا مثلا طبعا الاهلي ده دوله. خدت مثلا تعالى بقى انبي انبي ما كسبش الدوري بس كسب لما كان بيكسب كان في بقى سامح الوزير سامح بيه فهمي. وطبعا الجيش لما كسب السوق المقاولين العرب طبعا انت فاهم كان عثمان عثمان احمد عثمان. خدت بس يعني بدي لك فكره. لكن انا وصلت نهائي الدوري ووصلت نهائي الكاس. انا وصلت نهائي الكاس مرتين وانا الاقرب للفوز بالكاس والمفروض افوز بالكاس. النظام هنا في مصر الكروي ما خلانيش افوز والاهلي كسبني في الدوري 2014 بهدف اعتباري. الهدف الاعتباري الفيفا ما بتعترفش بيه. من اكتر من 25 سنه كنت حضرتك في برنامج حق الجماهير تكلمت في نقاط سريعه عن تطوير الكره المصريه. دلوقتي احنا بعد 25 سنه شايف ان في حاجه اتطورت؟ هي محلك سر خطوه تنظيم. هي خلي بالك ده مش في الكره بس والصناعه. نورتنا وشرفتنا يا مهندس ومتشكرين جدا بوجودك معانا في برنامج 1 تو 1 على موقع في الجول.